السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل موضوع الـ DNA Extraction. تحدثنا بالمرة القادمة بأنه في هناك عندنا phases في عملية الـ Extraction. الفيز الأولاني كان عندنا enzymatic phase، استخدمنا تذكروا عندنا اللي هي high molecular weight buffer مع البروتينيز كي، واللي هو طبعا غير البروتينيز كي في عندنا اللي هي SDS اللي هي صوديوم دودسيل سلفيت مع بعض. طبعا هم بالإضافة إلى اللي هو البلت اللي موجود عندي، بيحصل عندنا هناك انكيوبيشن لمدة ساعة ساعتين، بيعتمد على كمية البلت الموجودة عندي. أوكي، في درجة حرارة نقدر نقول 55 أو 56 درجة مئوية، تمام. وبنعمل انكيوبيشن، ممكن نخليه اوفر نايت نو بروبلم. واحنا عارفين طبعا اكيد لما يكون في عندي هناك بتعامل مع انزيمات لازم يكون في عندنا طبعا البامفلت اللي هي الورقه بتاعت البامفلت، بحيث ان يكون في عندنا هناك معرفه طبيعه درجه الحراره اللي ممكن يشتغل عليها هذا الانزيم، تمام. الشغله الثانيه اللي عايز احكيها هنا انه الفينولك عفوا في النهاية حيصير عندي نوع من الديزولف، يعني إذا بتحدث عن سواء كان بلت من الخلايا أو بتحدث عن تيل لمايس، كله حيصير له نوع من الديزولف بشكل أو بآخر. المهم جينا بعد هذه الفترة ولقينا في عندنا زي سوليوشن موجود، فبدي أروح أعمل الستيب الثانية اللي عبارة عن فينول كلوروفورم اكستراكشن. إيش يعني فينول كلوروفورم اكستراكشن؟ صحيح هذا انه بيكون في عندي انا هناك مركب كومباوند يتشكل من اللي هو خلينا نقول عباره عن الفينول وكذلك كلوروفورم، وبيضيفوا معاه حاجه بيسموها ايزو اميل الكحول، تمام، اللي هم عباره عن خليط موجود من هذه الثلاث مواد اللي احنا ذكرناها، فينول، ارجع ثاني احكي فينول كلوروفورم وايزو اميل الكحول. طبعا بنسبه تقديريه 25 جزء مثلا فينول، 24 جزء كلوروفورم، 1 جزء ايزو اميل الكحول. اذا هذا السوليوشن الموجود عندي انا، اوكي، من هذا المركب الان قلنا في عندنا تقديرا احنا 5 ملي من السوليوشن الاولاني اللي احنا عملنا له انكيوبيشن. اوكي، بعد ما نحضر هذا المركب من الفينول كلوروفورم ايزو اميل الكحول بنضيف تقريبا 5 ملي من هذا المركب. طبعا الصحيح هنا يعني بنقدر نقول بين قوسين انه كمان الفينول له طريقه تحضير، يعني انت الان بدك تحضر فينول بيكون له نوع من البفرنج او نوع من البي اتش، تمام، بحيث انك انت تحافظ على بي اتش الكالاين وتعالجه بتريس بفر، تمام. احنا قلنا في عندنا بدايه كان في عندنا هناك حاجه اسمها تريس بفر، يكون عندنا ايش تريس بفر ومعالجة الفينول كلوروفورم بالتريس بفر إلى أن تحصل في الآخر اللي هو على ساتشوريشن معين with certain pH من هذا الفينول. إذا هذا فينول عندي، الكلوروفورم بيكون عندي جاهز as concentrated chloroform وكذلك الأيزو أميل الكحول. هذه المركبات الثلاثة اللي إحنا بنقول عنها organic extraction أو فينول كلوروفورم extraction، الوظيفة تاعتهم كالتالي. لما اجي اطلع على الفينول، الفينول هو بيعمل لي عمليه نوع من الديزولفينج للبروتينات الموجوده، لان احنا قلنا في العينه الاولى قبل ما نضيف عليها الاورجانيك كومباوند فيها طبعا بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها ليبيد، لانه بنحكي على سيل ميمبرين وكومبوننتس موجود عندي في السيل سيتوبلازم وكذلك في النيوكلياس، فهيحصل عندي ديزولفينج لهذا اللي هو البروتين اللي عندي، وبيصير في نوع من الاكستراكشن لهذا البروتين. كذلك في عندي الكلوروفورم، الكلوروفورم برضو زي الفينول بيعمل عملية ديزولفينج بتاعت البروتين وكذلك الليبيد الموجود عندي، اوكي، وبيحصل عندي كمان نفس القضية، الكلوروفورم بيعمل عملية استابيليتي، تمام، للباوندري. تنساش انت الان خلينا نقول في عنا احنا اورجانيك ماتيريال حنضيفها، وفي بالبداية كان في عندي أنا اللي هو أكويس فيز، أو بلاش أقول عبارة عن نون أورجانيك ماتيريال خلينا نسميها. فالآن أنا لما أجي أعمل عملية السيبريشن للفصل، الكلوروفورم بيساعدني أنه يفصل لي الفيزز، لأنه في الآخر
حيكون عندي بعد ما اخلط هذا الميكسر ما بين اللي قلنا عنه فينول كلوروفورم ايزوامل الكحول مع الاكويس او مع السوليوشن اللي في البدايه، حيصير في عندنا كونفيوزنج بحيث انه صعب تلاقي عندك باوندري. فالكلوروفورم بيساعد انه يعمل عمليه وجود باوندر عشان تقدر تميز انه في عندنا فيز اسمه اكويس فيز وعنده ايش اللي هو ليكويد عفوا اورجانيك فيز. اذا بنلاحظ في التيوب هذه عندي عباره عن فيز سيبريشن، بعد ما خلطناهم مع بعض وعملنا لهم شيكينج بنروح بنعمل عمليه سنترفيوجيشن، فحيصير عندنا كالتالي: الفينول كلوروفورم عندي حيكون تحت اوكي، وحيكون عندي هنا الدبرس الوسخ اللي بيجمع لي بروتين بيجمع لي ليبيد بيجمع لي كربوهيدرات، والاكويس فيز عندي هنا هذه الاكويس فيز اللي انا عايزها. فوجود الكلوروفورم بدوره حيساعد في عمليه جلب للمكونات والليبيد والبروتينز والكربوهيدرات كله في منطقه اللاير بتاعه الكلوروفورم بتاعه الاورجانيك، ويضل عندي الاكويس سوليوشن اللي هو يتشكل من طبعا الماده اللي احنا بندور عليها سواء دي ان اي او غيره تمام في هذا الجانب. اذا هذه وظيفتي اللي هو ايش الكلوروفورم. كذلك عندي ماده اسمها الايزو امل الكحول. ايزو امل الكحول هذه بتعمل لي نوع من الاستابيليتي بحيث انه بالفعل تحس انه عندي شاربنينج في موضوع السيبريشن. ازو الاز ممكن هي كمان تعمل عمليه انهبيشن لاي انزيمز موجوده ار ان ايز او دي ان ايز انزيم، كذلك بتمنع يحصل عندي نوع من خلينا نسميها بريفنت بيقولوا عنها الفروتينج. الفروتينج المقصود فيها انه يتكون عندي زي نوع من الرغوه تمام في هذا الامر. اذا هيك حصل عندنا الان وجود لايرز اكويس فيز وعندنا اللي هو الفيز الموجود عندنا اللي قلنا عنه الاورجانيك فيز في هذا الامر. اوكي انا بختصر الكلام الموجود على اساس تكون الصوره واضحه في هذا الموضوع. اذا عندنا الكلوروفورم ممكن يستخدم برومو كلوروبروبين اتس اوكي نو بروبلم في هذا الجانب. ممكن نستخدم كمان تو ميركابتو ايثانول عشان يعمل يكون ريديوسينج ايجنت يعمل ديناتشريشن للبروتين، الكلام برضو ممكن يحصل عندنا في هذا الموضوع. اوكي اذا زي ما احنا شايفين هذا الفينول تم معالجته بحيث انه يكون ووتر ساتوريتد سوليوشن مع التريس بفر تمام، ويكون عندي الريشيو تقريبا 25 24 واحد من هذا المركب، وبنضيفه على مين على السوليوشن الاولاني اللي ذكرناه في هذا الموضوع. وهنا بتذكر لي كمان طبيعه الفانكشن بتاعت هذه المواد اللي ذكرناها. هذا مختصر الحديث في هذا الجانب. البروتوكول هذا مش مطلوب منك تعرف بس يعني طلع عليه، مش مطلوب منك يعني في امتحان طلع عليك بروتوكول. اوكي الان بضل عندنا ايش هذا الامر موجود. اللي حصل عندي الان وجود الاكويس فيز زي ما شفنا في اليوتيوب، وعندي اللي هو الوسخ هذا، وكذلك عندي انا الفينول كلوروفورم اللي هو الاورجانيك فيز. انا المطلوب الان اروح ادخل بيبت واروح اسحب الاكويس فيز وانقل على انبوبه اخرى. والاكويس فيز هذا طبعا انت الان متوقع انه ما دام انت بتحكي على كميه دي ان اي الوت، ليش؟ لانك انت بتحكي على كميه ار بي سي عفوا بلاد سامبل تقريبا 5 ملي، يعني شوف كم خليه في ال 5 ملي من الوايت بلاد سيل او من المونونيوكلير سيلز، اكيد في عندي الوت اوف سيلز. على كل صار عندنا هذا اللي هو ايش وجود الان في الاكويس فيز الار ان اي تاعنا، او مثلا نقول الدي ان اي تاعنا لانه الار ان اي بده معالجه في اذر ايجنت. طيب ايش بقول لي الان بعد ما تضيف انت هذا؟ في الافضليه في الحاله هذه انه انت يكون عندك ايثانول موجود في فريزر مخزنه انت على ماينس طبعا 20 اوكي، ويكون طلعه من الفريز اوكي، وتروح تضيف الاكويس فيز عليه مباشرة
تمام، اللي هم بيطلعوا قولي 5 ملي او 4 ملي اتس اوكي مش قضيه، وتبعد على مين؟ على اللاير الموجود. خليني ارجع اطلع على هنا، تمام، نطلع على الصوره مره ثانيه. في الصوره اذا بتلاحظ عندي هنا بالصوره انه هذه المنطقه احنا بدناش نقربها اطلاقا، منطقه البيضه هنا بدنا نحاول نبعد شويه، نخلي شويه من الاكويس فيز وناخذ كل الاكويس فيز ونخلي شويه بحيث انه ما يصيرش عندي اي نوع من الكونتامينيشن لا من اورجانيك فيز ولا من انترفيز ان جنرال، تمام. هذا بالنسبه لهذا الموضوع. طيب الايثانول في الحاله هذه لما يكون عندي هذه الكميه الكبيره من الاكويس فيز، تمام، اذا انا عندي ايثانول موجود واضفت عليه هذا الاكويس فيز، فتحس مباشره يو كان سي باي اي بالعين، تقدر تشوف اللي هو عباره عن خطوط موجوده، تمام، متشابكه زي شكل الصوف من اللي هو الدي ان اي، ممكن تشوفه بعينك وتحس انه هذا عباره عن هو الدي ان اي اللي انا عايز احصل عليه، تمام. اذا هذه النقطه لازم احنا نكون شايفينها. على الجانب الاخر تصور انه انا كميه دي ان اي اللي انا جبتها كميه قليله جدا وجبتها من منطقه فيري رير وماده موجوده دوبي انا استخلصتها من مثلا مومياء وانسون، وبدك تروح تحط كميه ايثانول بالشكل هذا، ما دام انت بتحكي على كميه الوت فيري لو متوقع اكسبكتد، اذا فيش داعي اني اروح اعالج مع فيكول في انبوبه مثلا 10 ملي او 20 ملي، تمام. اذا في الافضل في الحاله هذه عفوا اذا ما كانش في عندي عفوا سيلز، او اذا كان عندي مثلا سيلز فيري لو على سبيل المثال كميه خلايا قليله كثير، في الحاله هذه انت لازم تدير بالك اذا في كميه خلايا قليل بدك تعملها اللي هو نوع من السسبنشن في صوديوم كلورايد في سالاين، على اساس نوعا ما تقدر تتعامل مع فول وتقدر تاخذ منه، تمام، بحيث انك انت لما تعمل الرياكشن الاولاني بتاعك. على كل على فرض انا متوقع تكون الكميه عندي قليله، اذا بروحش بتعامل مع التيوب 10 ملي 20 او 50 ملي النوم، بتعامل مع انبوبه 1 ملي بشكل او باخر، تمام. ليش؟ عشان اضمن عندما يكون عندي هناك اكويس فيز تكون عندي كميه اقدر اخذها، تمام، لانه لما انت تتعامل مع انبوبه 10 20 ملي ويكون عندك كميه الاكويس فيز دوبها نص ملي، تمام، هذا النص ملي حتروح تاخذ المساحه بالعرض، صعب انك تقدر تعمل اكستراكشن وتعمل بايبتنج الا تحتك بشويه وسخ موجود عندك في اللي هو الانترميديت فيز. اذا في الحاله هذا دائما في نفسك لما يكون عندك كميه دي ان اي توقع اكسبكتد فيري لو، اعمل دائما البروسيجرز في ابندرف تيوب، في تيوب بس ممكن تكون 1 ملي نوت مور. اذا هنا بدي اراعي هذا الجانب بشكل كبير. الان طبعا ممكن يحصل لما انا رحت اخذت الاكويس فيز وحطيته في الايثانول، برضه بدي اكون دير بالي ايثانول حتكون عندي كميه برضه محدوده على تقريبا مساوي للاكويس فيز ككميه. ممكن ما الاقيش طبعا انا في الحاله هذه الدي ان اي اللي انت بتقول لي فرجتني اياه وشفته قدام عينك انه في عندي كميه انا شايفها بعيني خطوط موجوده. هنا في الحاله هذه بقول لي انت ممكن تكون ضايف او تضيف عندك امونيوم اسيتيت، تمام، او صوديوم اسيتيت على سبيل المثال، اوكي، بحيث انه تقدر تعمل بريسيبيتيشن لمين؟ للدي ان اي اللي انت اكسبكتد تو بي ان ذا تيوب. وفي الحاله دي ايش بنصحني؟ اذا انت ما شفتش بعينك بتروح تعمل انكيوبيشن في على ماينس 20، تمام، لهذا اللي هو الميكسر ما بين الاكويس فيز والايثانول، على امل انه بعد ما اعمل سنترفيوج، تمام، بعد ما اعمل سنترفيوج اقدر احصل، اقدر اشوف زي بلت على حفة مين؟ على حفة الانبوبة من تحت، اوكي، بعمل بعد ما اعمل السنترفيوجيشن بروسيس تاعتي، تمام. اذا هذا الكلام بدي ادير بالي فيه واكون حريص جدا بحيث ان ما تضيعش عندي هذه البلت الموجودة اللي انا ما زلت بتوقع، انا ما شفتش بعيني انه هذا السولت
عمل لي نوع من البايندينج مع الدي ان اي اللي هو البوزيتيف تشارج. الان ايش الايثانول وظيفته بشكل يعني مختصر؟ بقول لي انا الايثانول بيعمل لي عمليه نوع من شيل فورميشن اوف شيل، بيعمل لي زي حاجز ما بين الووتر تمام مع عن الدي ان اي، واضح؟ بيعمل لي زي نوع من حاجز ما بين الووتر عن الدي ان اي تمام، بحيث انه يسمح للنيجاتيف تشارج بتاعت الدي ان اي ترتبط مع بوزيتيف تشارج بتاعت السولت. هذا ان جنرال تمام. اذا الايثانول هو عباره، وهذا الكلام نتحدث فيه اكثر في 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 في, في الفانكشن، عندما انا اكون محتاج كميه دي ان اي فيري فيري ليتل تمام. ففي الحاله هذه بيقول لي هذا المنطق بكون موجود عندنا، لكن في حاله بتكون كميه كبيره مش محتاج يعني الشيل مش قضيه كبيره. ليش؟ لانه اوريدي الدي ان اي تشكل، لانه في عندي كميه دي ان اي الوت. اذا هذا المقصود في موضوع الإيثانول فانكشنينج في هذا الأمر، بالإضافة إلى موضوع ووشينج تمام في هذا الجانب. طيب اللي عايز أتحدث عليه هنا كمان حاجة أخرى، أنت طبعا بعد ما تعمل عملية سنترفيوجيشن، إذا كانت الكمية قليلة طبعا، إذا كانت الكمية كبيرة مش محتاج أي سنترفيوجيشن، إيش بأعمل؟ بروح بعمل هنا عن طريق بيبت، بكون عندي جلاس بيبت، بروح باخد هذا الخيط اللي احنا بنحكي عنه، زي الخيط عبارة عن خيط زي يعني نفشة صوف، وبقى على الحسة بتاعت التبس بتاعت البيبت بتاعت الجلاس، اوكي. وبعد هيك ايش بعمل فيها؟ بروح بادخل هذه البيبت في التيوب موجود فيها الكحول 70% الكحول. ليش؟ على أساس عملية ووشينج تمام؟ وبنرفع على طول هي ايش؟ هذه التب او هذه البيبت، معناته انا الان ما زال الدي ان اي تاعي موجود على التب بتاع الجلاس، لانه كمية كبيرة وضايل موجود فيه، وهيك انا بكون ايش؟ عارف انه انا في عندي هو دي ان اي على التب بتاع الجلاس. هذا اذا كانت كمية كبيرة، ورفعنا التب هذه او البيبت وبنحطها في التيوب وبنخليها تنشف شوية من اللي هو ايش؟ الالكحول. الان طبعا على الجانب الاخر، لو كانت الكمية very low انت هتعمل centrifugation، وهتعمل دائما انت تطلع وانت بتعمل في البايبتينج بدك تطلع الايثانول، الان تحرص انه انت ما تصيبش منطقة البلت اللي انت شايفها بعينك، اوكي. هذا واحد. بعد ما تشيل الايثانول بتروح بتضيف ايش؟ الكحول، وبتعمل سنترفيوجيشن على السريع less than one minute، اوكي. وبتشيل بحرص، لانه الان في الحاله هذه هتكون البلت عباره عن لوز تمام. ممكن انت لو رحت شلت الكحول تروح مع الكحول ويا ابو زيد ما غزيت ما يكونش عندك اي نوع من البلت، فبدك تكون حريص تطلع انك انت ما اصبتش ايش اللي هي البلت الموجوده عندك، وبعد هيك تترك البلت تتأكد انها تقريبا نشفت، اوكي. دراينج لا فترة بسيطة، هذا هنا او سواء كان عندي لارج اماونت. وبعد هيك ايش بيحصل؟ بتروح انت بتضيف كمية من محلول بسموه تي اي التريس بافر، اوكي. بكون عبارة عن تي اي تريس بافر مع اديتا، اوكي. تريس بافر مع اديتا، لانه هذا التريس بافر مع اديتا هيعمل ديزولفينج لمين؟ للدي ان اي. هيعمل ديزولفينج لمين؟ للدي ان اي في داخلهم، وهذا الديزولف تمام هو اللي في الاخر هتقدر تكون عندك كميه كويسه من الدي ان اي اوريدي موجوده عندك في داخل هذا السوليوشن تمام، على مستوى كميه كبيره او على مستوى كميه قليله، احنا بنقدر الامور من هذا الموضوع، اوكي. هيك احنا بنكون انهينا موضوع الفينول كلوروفورم اكستراكشن، وان شاء الله المره القادمه نتحدث فيها على موضوع اخر له علاقه في موضوع الكواليتي، وقديش كميه الدي ان اي الكوانتيتي الموجوده عندنا بشكل او باخر.